Quoi de neuf santé. في كوادنوف سانتي كالعادة نقدم لكم أهم الدراسات والبحوث الطبية والعلمية. والعلماء التو قاعدين يبحثوا على رحلة السرطان في الجسم تمر بالدم. انتشار الورم السرطاني هو أحد المعضلات اللي حيرت الباحثين ودفعتهم لتوجيه أبحاثهم إلى تعرف مسار الخلايا السرطانية وكيفية تجولها داخل الجسم. والإجابة على السؤال نحتاج إلى معرفة من أين تخرج الخلايا السرطانية اللي تنتشر في الجسم كله بعد ذلك، وكذلك الطريقة اللي يحدث بها هذا الانتشار. وهذا ما بحث عليه علماء بمركز بالأبحاث الولايات المتحدة بتتبع كيفية دخول الخلايا السرطانية إلى الدورة الدموية من ثم انتشارها، ويلاحظ الفريق العلمي أنه هذا يحدث مبكرا كما كان يظن من قبل، وربما قبل رأس تشكل الورم الأساسي في بعض الأحيان. هذا اللي كشفته دراسة كانت نشرت بدورية سيل ريبورتس أن مرور الخلايا السرطانية من خلال الأوعية الدموية يحدث ويستمر بالتوازي مع انتشار خلايا الورم في الأنسجة المجاورة، وأن الخلايا تنتقل من لب داخل الورم وليس من أطرافه. كما يوضح التقرير أن الأورام الثانوية تعد من أبرز الأسباب الوفاة في حالة السرطان، وتشمل عدة مراحل، منها ما هو حرج مثل مرحلة الدخول الوعائي، ومنها دخول الخلايا السرطانية للأوعية الدموية. وتخالف الدراسة الاعتقاد الزائد بأن الخلايا السرطانية تدخل الدم غالبا في مرحلة متأخرة من تطور الورم بعد التعدي على الأنسجة المجاورة، إذ تشير إلى أن الورم يمكن أن يبدأ بإرسال خلايا سرطانية مبكرة جدا وبشكل مستقل عن انتهاك الأغشية المجاورة. ففي عام 2015 نشرت دراسة بالدورية الأمريكية للسرطان تشير إلى أن النمط الأحادي للخلايا لا يقدم دليلا كافيا لتسلسل الأورام الثانوي، لاسيما في غياب النمط المتعدد بشكل كامل لخلايا الورم الأساسي، فيظل وجود الأورام الثانوية على التوازي احتمالا منطقيا. وتعد هذه الدراسة الأولى التي يجري فيها اختبار الأورام بالكامل، ومن ثم ملاحظة حركة الخلايا السرطانية ومن أين تخرج من خلال استخدام خلايا سرطانية مأخوذة من الأورام البشرية السرطانية والليفية واسمها بالبروتين مزدهر. فعن طريق استخدام تقنية الفحص المجهري متحد البؤر عالية الدقة، تمكن الباحثون من رسم الأوعية الدموية عبر الورم بالكامل ومن مركزه إلى أطراف، ومن ثم تخطيط موقع كل خلية سرطانية بالنسبة لمركز الأقرب الأوعية الدموية أو تلك التي جرت رؤيتها داخل الأوعية الدموية. وانكشفت الدراسة أنه أقل من 10% فقط من الخلية الهاربة من الورم الأساسي هي التي تدخل الأوعية الدموية من خلال البراعم التي تهاجم أغشية المجاورة للورم. والاكتشافات الجديدة هذه عندها أهمية بالغة بالنسبة لمرض السرطان، إذ تشير أن الورم الأساسي لا يجب أن يكون من نوع العالي العدوانية حتى يرسل أورام ثانوية، وربما تجعل الأطباء يعيدون النظر في الإطار الزمني لانتشار السرطان كما تقترح الدراسة. وهذا خاصة أن النموذج يقدم مدخل مميز لتطوير الطريقة المحايدة لتحديد القياس الكمي، وإن قام الباحثون بتصميم تحليل صور متفردة يسمح بقياس كمي لدخول الوعاء الفعلي خلال كل المساحة اللي يحتلها الورم الأساسي. وفي الختام يعتزم الباحثون في الخطوة التالية بحث الأدوار الوظيفية لأنواع الخلايا المختلفة في الورم الأساسي مثل الكريات الدم البيضاء، والتي يمكن أن يكون لها دور محوري لدعم دخول خلايا السرطان للدورة الدموية. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم.